السلام عليكم شباب، وياكم كريستيانو. طبعا ما تش... كما نفس ما تشوفون العنوان، ان طلعت من ايجل. معنا ان ايجل نعم بجيبت اياهم من الصفر اثنين الحين، ما ادري الحين كم طقينا سبسكرايبس، يمكن طقينا 600، بس المهم يعني بريميركم يعني حدي تعب صراحة. و يعني نفس ما يقولون تيم ايجل، بس صراحة اشوف اللي انا قاعد اتعب على الشانل اللي هو انا بس كايجا رونالدو، كنت انا اكثر واحد اتعب صراحة. مو بعد ان ايجل يعني مو بوكي ومو ويا بعض، بس بالعكس يعني اكثر شيء صراحة ما نلعب ويا بعض، و يعني وايد تعبت صراحة على القناة، وايد وايد ان حاولت اشتغلت بروحي وذي، بس يعني على الاقل كتيم يعني يستخدمون الاكونت مالنا، بس اكثر شيء صراحة ما يستخدمون. يعني بيني وبينكم في مكتوب نفس ما تشوف الشانل مالي، مكتوب مثلا ايجل بريدتر، ايجل دومينيتر، ايجل ديافلو، ايجل عشان ما اكون عشان ما اكذب عليكم، ان في بعض الايجلز يعني صراحة ما يقصون، يعني يستخدمون اكونت مالهم يحاولون يلعبون حد منهم، بس صراحة يعني اكثر شيء ما نلعب مع بعض و ما نطلع مع بعض ولا شيء. يعني احس انك كتيم تيم في البلاي ستيشن يعني بين بيكون يعني ما احس بناس وايد، يعني انا اغلبية اوقاتي صراحة كان ويا ديفلز ويا دوك لود ومن بحريني طبعا انا اخوي زين. يعني علي دي اكس، ماركو، احمديتو، حمود في اللايف، صلح في اللايف صراحة، يعني دوما لو يتصلوا لي يقولون يلا خلينا نطلع وذي، يعني حتى ان او ما رحت ابي اشتري اكس بوكس ويا حمود زعلون صراحة. it makes sense يعني او ماي جاد ان ليش ما تجيبي انا وذي، هو نصحني صراحة و يعني ما اعرف صراحة شو اقول، بس يعني صدق ما حد في التيم وياي كان يشتغل وياي، يمكن بس ايجل اساسن اللي هو احمد 666 هو نزل يمكن منتجين او ثلاثة ما ادري كم بالضبط على شانل مال ايجل، بس وباقي يعني كله انا. ولو ادش ساعات يقولون لي مثل تعال مودي فور تو خلنا نلعب ويا بعض، خلنا نلعب سنايبر ويا بعض، اوكي اروح لهم كل شيء، بس والله العظيم يعني كل واحد يستخدم اكونت مالنا قديم. انا قلت له اقول لهم ساعات ليش مثلا ما تستخدم اكونتات جديدة، يقولون مثلا رابعي وعندي فرند ليست وما ادري شنو ذي، يعني اوكي يعني رابع كل شيء، يعني انا ما عندي رابع يعني مو شنو الصراحة. انا يعني اول ما قال حمودز ودكتور قالولي ان خشلة مثلا ما تي ويانا ككلاند كلاند ديفلز هذون، وبينك ما اسمي كلام اسمي عيلة، يعني صراحة اكثر من رابع، يعني كل يوم تقريبا يطلعون بعض يسألون حق بعض اسوي ذي اسوي في الشانل ذي وهذي يستاهل سبسكرايب، خلينا نسوي له مثلا نتحكي عن هالقناة، و يعني صراحة يستاهلون الف الف خير وما يقصون صراحة ليفلز. و يعني وصدق انك كلان ايجل كلان عود يعني، بس يعني اكثر واحد لو يبي يندم مفروض انا، بس حدي يعني كلش مو ندمان، يعني معنى ان انا وأومن بحرين هو احنا سوينا كلان ايجل، بس يعني كلش مو ندمان صراحة، لان رحت كلان صراحة وايد ما شاء الله عليهم وناس يعني رابع عندهم خفة دم، واهم شي ما يفتكرون في نفسهم، اهم شي يعني السبسكرايبز مالهم وال يعني الفانز مالهم اللون، يعني وايد صراحة مستانس على كلان ديفلز انا، والحمد لله يعني خذوني واحد منهم، ان شاء الله ما بقصر وياهم وبنزل فيديوهات، وان شاء الله يعني ببيض ويوهم وخليهم يعني ان شاء الله يستانسون بوجودي، وبحاول قد ما استطاع يعني اعرف راس ديفلز. وصدق صراحة وايد مستانس ان قبلوني في كلان ديفلز، خلوني يعني كواحد منهم،
فا ايه يعني هديت الحين ايجلز ورجعت حق اكونت قديم مالي اللي هو كريستيانو. عافكم ان ما بتقصرون، وان شاء الله انا كل ما بقصر وياكم، برفع فيديوهات و يعني اهم شي راحتكم. وشانل ايجلز بخليها كشانل مالي يعني، صح ما في شي داعي من اول كلش. بس يعني الكلان ايجلز نحن موجود، بس لو يبون يسوون تشالنج بروحهم ما ادري كيفهم صراحه. و يعني صدق يعني صدق ما في شيء دايد من اول، وتشالنج بخليه نحن حقي وبس. مشكلين شباب ما تقصرون، وتكير بيس.